محمد صبري. يعني انبساط طول الناس هو توثيق لكل الانجازات التي تمت في منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، سواء كانت منشآتها أولية وثانوية وثلاثية في فرع الإسماعيلية. إن شاء الله يعني يوم الناس واحد كان عنوانه وبكل وضوح مستقبل صحة أفضل يبدأ في الحوار بالحوار. تم اجتماع في هذا اليوم كافة الجهات المعنية في محافظة الإسماعيلية من الجهات التنفيذية داخل المحافظة، ومن أعضاء مجلس النواب والشيوخ داخل المحافظة، وأيضا من أخواتي الصحفيين والإعلاميين داخل المحافظة. تم بفضل الله الاجتماع بهم، وكان هناك طلبات مشروعة جدا من جميع المعنيين بهذه المنظومة، وكان هناك ما يسمى بتلك الطلبات التي هي بالنسبة لنا محرك رئيسي وأساسي لنا في المنظومة. تم تقسيم الطلبات، ان هناك طلبات وضع عليها حلول فورية مع اخواتي وزمايلي في الادارات الفرع، وكان هناك طلبات وضع عليها خطط قصيرة الاجل، وهناك طلبات وضع عليها خطط طويلة الاجل. فتم بفضل الله بعد حوالي قرابة 6 اشهر الانتهاء من معظم الطلبات المشروعة التي طلبت من جميع الفئات في يوم الناس واحد. عظيم انجازات العام الماضي، سريعا كده العام الماضي، خليني اقول لحضرتك يعني سريعا، تم الحمد لله بفضل الله اعتماد وتسجيل اكثر من 35 منشاه من الرعايه الاوليه. تم اعتماد مجمع الاسماعيليه الطبي، وهو الاكبر الاطلاق من اكبر المنشات اللي موجوده في الهيئه العامه للرعايه الصحيه في محافظات مصر جميعا. تم اعتماده من هيئه الرقابه والاعتماد. بفضل الله تم افتتاح خلال 6 اشهر الماضيه 5 وحدات ومراكز طبيه حديثه. تم افتتاح مستشفى القصاصين. تم تسجيل واعتماد مبدئي لمستشفى فايد التخصصي. كل ذلك ما هو الا نجاحات بذل لها مجهود كبير جدا جدا على الارض، وهذا المجهود تم ترجمته بهذه الارقام. خلينا اقول لمعاليك، تم زياده معدلات ارضاء المنتفعين من 85% الى 89% واكثر في بعض المنشآت، وهناك في بعض المنشآت اكثر من 95%. الخدمات الصحيه العلاجيه اكثر من 10 مليون خدمه صحيه علاجيه، اكثر من 55 الف عمليه جراحيه. تم عمل اكثر من 7 حالات زراعه قوقعه داخل منشآت الهيئه العامه للرعايه الصحيه. تم عمل ايضا اكثر من 11 حاله زراعه كلى، وهو انجاز من نوعه في صرح يعد هو الاهم في منظومه التامين الصحي الشامل، صرح 30 مليون للتخصصي لزراعه الكلى. هناك الكثير والكثير من الأفران التي تلم بشكل واضح عن أن هناك تقديم خدمة صحية بمستويات عالية جدا من الجودة تضاهي مستويات الجودة العالمية، وأيضا هناك الكثير الذي يدل على نسب إرضاء المنتفعين نحن نسعى لها ونصل إليها باستمرار.